السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة في الفيديو ده جمعنا لكم أغلب وأشهر الأسباب اللي بتؤدي إلى قطع إنتاج البيض كلهم في فيديو واحد، لأن السؤال ده ما بينتهيش والإجابة عليه برضو ما بتنتهيش. احنا قررنا نجمع كل الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى قطع إنتاج البيض، أسباب أنت ليك دخل بيها وأسباب تانية أنت مالكش فيها إيد أو تدخل، فلازم بمنتهى التفصيل تفهمهم وتتعرف عليهم علشان تعرف تعالج المشكلة دي لو في أي وقت وقعت فيها. قبل أي شيء اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. اول سبب يا جماعة هو سبب غير مرضي بالمرة، هو طبعا بيعرض الطائر لأعراض مرضية لكن هو سبب غير مرضي، تقدرش تقول عليه مرض، وهو القلش. والقلش لحد دلوقتي في ناس كتيرة جدا ما تعرفش ايه هو. هو باختصار يا جماعة ان الطيور تفقد الريش بتاعها وتطلع ريش مكانه. هي مرحلة كده تمام موسمية، تقدر تقول ان هي بتيجي كل سنة او كل سنتين للطائر الواحد مرة. تمام، الفترة دي اللي بيقلش فيها الطائر بيعمل لنفسه إعادة تشغيل. يعني إيه؟ يعني كأنه جهاز كمبيوتر وبيعمل ريستارت، تمام، لأنه بيبقى تعبان فعايز يستريح شوية من الإنتاج، يستريح من كل الوظائف اللي هو شغال فيها. فالراحة دي إن هو يوقع الريش بتاعه، يكون ريش جديد، يكون عنقود بيض جديد، تمام، ويبدأ بعد كده بعد ما يخلص فترة القلش دي يدخل في إنتاج تاني. حلو. طبعا في الفترة دي كل اللي عليك انك تقدم الف دال تلاتة هي واملاح معدنية من الصيدلية، وتقدم خضروات كتير واكل مفيد كتير للطائر اللي بيقلش، لانه لازم يرجع بسرعة من المرحلة دي، منفعش يطول فيها لما يتعدى التلات اسابيع. انت ممكن تهتم بيه تخليه يقلش بس اسبوعين ويرجع تاني، اسبوعين بس يقلشهم ويرجع تاني بعد القلش، تمام. وممكن ما تهتمش بيه فتلاقيه يقعد فترة طويلة كده بدون يعني بدون ما ينتج ومن غير ما يرجع للموضوع ده تاني، يعني ما خلاص هيفضل على طول قالش كده لمدة شهرين، ممكن يوصل لشهرين. فمهم جدا ان احنا نهتم بيه في الفترة دي، تمام. برضو من الاسباب اللي انت مالكش دخل فيها خالص هي السن، السن العمر. مفيش فرخة بتفضل تبيض على طول، ده مش هيحصل. يعني اكيد الفرخة دي هيجي عليها يوم وتقطع بيض تماما، تمام. ده بيبقى في الاغلب بعد 3 سنين، يعني الفرخة وهي عندها 3 سنين كده بتبقى خلاص كده ايه قطعت بيض، او هي كده خلاص ايه مش هتقدر تبيض تاني. ممكن تطول عن 8 سنين شوية او تقعد تبيض مثلا 3 سنين ونص، ممكن تقعد لثلاث سنين ونص مثلا، تمام، 3 سنين ونص اخرها. ممكن تقطع بدري عن 3 سنين، ممكن تقطع بدري عن 3 سنين، ممكن على سنتين ونص تقطع، تمام. كل ده على حسب انت بتربيها ازاي، حسب نوع السلالة، حسب نوع الاكل، حسب الظروف اللي هي عايشة فيها، تمام. كل ده بيؤثر على عمرها الافتراضي، يعني قدرتها على الانتاج. حلو. وده برضو ما يعتبرش مرض، انما لازم نهتم بيه، نهتم بالطيور علشان خاطر ما تقطعش بيض بدري. يعني لو قطعت على 3 سنين ده منطقي، لما تقطع على سنتين ونص يبقى انت مهمل فيها. هي الفكرة هنا، اكل بقى كويس، اهتمام بالتغذية بالنظافة بالتهوية بكل التفاصيل والاعشاب اللي هي ممكن تساعد الفرخة ان هي تفضل تبيض، تمام. ندخل بعد كده على السبب اللي بعده يؤدي الى قطع انتاج البيض، وهو غياب الديك، عدم وجود ديك. ناس كتيرة بتستغرب لما بنقول الموضوع ده، بيقولوا لنا ايه علاقة الديك بالبيض؟ فرخة كده كده لو حشنا عنها الديك شهور وشهور وسنين كمان هتفضل تبيض على طول. والله عايز اقول لك ان موضوع الديك ده له علاقة بانتاج البيض لكن بشكل غير مباشر. يعني ايه؟ يعني انت مش بتراقب كل فرخة وتعرف الفرخة الفلانية دي بتبيض كل يوم ولا بتبيض يوم او يوم لا عشان تبقى عارف. حلو. لو انت راقبت هتلاقي ان الفرخة اللي بيتكسر عليها انتاجها من البيض اكتر من الفرخة اللي مش بيتكسر عليها. طبعا الفرق مش كبير قوي، الفرق مش كبير قوي، يعني ما تقدرش تقول انه الفرق مثلا ايه بيضة او اتنين في الاسبوع، لا الفرق بيبان في الشهر مثلا، لكن ده مهم.
مهم. المشكله الكبيره بقى مش في كميه انتاج البيض، وانما في ان الفرخه اصلا تقطع بيض خالص بسبب عدم وجود الديك، لان انت حشت عنها الحافز الاساسي وهو الديك. ممكن ده يحصل، حالات نادره لكن بيحصل ان الفرخه تقطع بيض بسبب ان هي يعني خلاص ما فيش ديك في حياتها، فخلاص مش هتبيض تاني، تمام؟ لان الجانب الهرمونات عندها بايظ والخصوبه عندها باظه بسبب غياب الديك. فمهم جدا ان احنا نوفر للفراخ البيضه بتاعتنا ديوك، حواليهم ديك واحد لكل 10 فرخات هيكون كافي جدا علشان يكسر عليهم. برضو مهم جدا ان احنا ناخد بالنا ان الدهون بتقطع انتاج البيض. الدهون المتراكمه عند مخرج البيض بتؤدي الى ضعف في الخصوبه وضعف في عنقود البيض، وكمان صعوبه في خروج البيضه. وكذلك الدهون دي بتقلل النشاط بتاع الفرخ وبتقلل رغبتها في الاكل، تمام، وبتصيبها بالاجهاد الحراري. كل ده بيحصل للفرخه بسبب ايه؟ بسبب ان انت مش محافظ عليها من الدهون، والدهون دي بتجيلها من النشويات الكتيره، فما نقدمش نشويات كتيره. ناخد بالنا من الموضوع ده، تمام. نقدم بروتين وما نكترش، برضو نقدم خضروات كتيره جدا في الفتره دي. في الصيف ده نقدم خضروات كتيره جدا 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 مهمه، تمام. انما نبعد عن الكربوهيدرات لحد ما الصيف يخلص، لان الطيور مش ناقصه اجهاد حراري، بسبب الحر مش هتقدر تستحمل كل ده. برضو من الحاجات اللي بتؤدي لقطع انتاج البيض هي سوء التغذيه. الطيور لازم تاكل اكل متنوع وملائم للفتره اللي هي عايشه فيها. صيف نبعد نقلل من الكربوهيدرات، شتاء ممكن ندي كربوهيدرات، صيف لازم ندي خضروات، شتاء ممكن نقلل من الخضروات، وهكذا. تحسبها بالشكل ده. العلف نسبة البروتين في العلف 23 او 21 على الاقل، علف جودة عالية، تمام. تنظيم مواعيد الاكل، تغيير المياه باستمرار، كل الحاجات دي ليها علاقة بالنظافة، كل الحاجات دي ليها علاقة بالتغذية. لو ما اهتمتش بيها يبقى في سوء تغذية، اهتميت بيها يبقى في حسن تغذية، تمام. برضو من الحاجات المهمة اللي احنا ما قلناهاش قبل كده، المكان وحيثياته بشكل عام. المكان والترتيب والتهوية والفتحات والهدوء والراحة والبعد عن الحشرات والبعد عن القوارض. المكان لازم يبقى مهيئ وظروفه مهيئة بالنسبة للطيور علشان يبقى الانتاج كويس، علشان تبقى صحة الطيور كويسة، الطيور ما تعانيش من المشاكل المختلفة اللي ممكن تعاني منها، واللي منها طبعا نقص انتاج البيض او انقطاع انتاج البيض تماما، تمام. فانت لو اهتميت بكل الحاجات دي وبعدت عن كل الاسباب دي اللي هي بتؤدي الى قطع انتاج البيض، واكد ليك ان الانتاج عندك هيبقى زي الفل، مفيهوش اي مشاكل، ومش هتعاني الطيور بتاعتك من اي حاجه تتعلق بانتاج البيض او نقص انتاج البيض. ده كان الفيديو. ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.